سلم الشيخ أبو إسماعيل القرشي مندوب اللجنة الصحية في اللجنة العليا للإغاثة الكويتية صباح اليوم في عدن، سلم الأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز 4 سيارات إسعاف و7 أطنان من الأدوية المختلفة مقدمة من دولة الكويت الشقيق. وعبر محافظ محافظة تعز عن سروره باستلام هذه الدفعة من السيارات والأدوية المقدمة لمحافظة تعز التي تعاني من حصار شديد مفروض عليها من قبل الميليشيا الانقلابية ونقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مشيدا بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الكويت قيادة وشعبا ووقوفها الدائم مع الشعب اليمني. يعني العظيم جدا لإخوتنا في الكويت، سمو الأمير، حكومة، شعب، لما يقدموه لليمنيين جميعا ولما قدموه لتعز وأبناء تعز نحن عاجزين عن الشكر. والأمر غير مستغرب، والشيء من معدنه كما يقال لا يستغرب. الإخوة الكويتيين دورهم عظيم منذ بداية الجمهورية نحن في تعز وفي اليمن بشكل عام، يعني منذ أن وعينا على الحياة ندرس في مدارس الكويت ونتطبب في مستشفيات الكويت، ودرسنا الجامعة في جامعة صنعاء، وجامعات كثيرة في اليمن بنيت على نفقة دولة الكويت. هذا الأمر غير مستغرب أبدا من أبناء الكويت. نحن نشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتية هذا العطاء وهذا السخاء، ونشكر للإخوة في جمعيات الهلال الأحمر السعودية والإماراتية والقطرية، كل الجمعيات التي تشارك.